وللحديث أكثر عن سوق الأسهم السعودية ينضم معنا عبر الهاتف محلل أسواق المالية أحمد المالكي. أهلا بك سيد أحمد، صباح الخير في أولى جلسات هذا الأسبوع. السوق اليوم السعودي أولى جلسات هذا الأسبوع على تراجعات جدا قوية، شهدنا اليوم بأكثر من 1%. الأسبوع الماضي كان أسوأ أداء للسوق منذ يناير من العام 2016، 466 نقطة فقدناها. فسر لنا بشكل بسيط وش اللي قاعد يصير بالنسبة في سوق الأسهم السعودية؟ هل هناك تخوف؟ هل هو ترقب بالنسبة لنتائج الشركات؟ هل هناك أحداث عالمية أثرت بالنسبة على مجرى السوق السعودي؟ البعض أشار أيضا كذلك إلى تراجعات في الأسواق العالمية والحركة السلبية لأسعار النفط. طيب مرحبا وشكرا على هذه الفرصة. في الحقيقة يعني لا يوجد، يعني خلينا نقول هلع في السوق يعني يستدعي إنه هذا الهبوط الحاد أو المتتابع. نعم عند مناطق 8000 نقطة كان متوقع أن يتم الهبوط بعد صعود التصحيح من مناطق 7400 إلى منطقة 8000. تجمعت عدة متخصصات، ولو تلاحظ الأسبوع الماضي في المداخلات فيه قلنا أنه الحذر أو يلزم أن نكون حذرين أكثر مما تكون متفائلين في السوق. نعم كان هناك متوقع أن يتم الهبوط إلى مناطق 7400، لكن الهبوط يعني خلينا نقول جاء بشكل سريع. يعني احنا توقعنا انه يكون فترة من شهر الى شهرين ياخذ المؤشر مسار عرضي مايل للاتجاه الهابط لكسر مستويات 7400. لكن الان اعتقد بعد كسر منطقة 7400 نعم انا اتوقع ان يتم خلينا نقول معاودة خلينا نقول الارتفاع والارتداد من هذه المناطق. الان تقريبا داول المؤشر عند منطقة 7370. كانت هناك عدة يعني تجمعت، إذا أنت نرجع لسؤالك إنه ما هي الأسباب، تجمعت عدة أمور. أول شيء الأسواق العالمية شاهدنا أن هناك هبوط الأسبوع الماضي، هبوط يعني واضح في الأسواق العالمية بشكل عام، تكلمنا أسواق أمريكا وأوروبا. أيضا أنا يهمني هنا جانبين يمكن ما طرقنا لها كثيرا، على الرغم إنه الكورليشن أو معامل الارتباط عالي بالنسبة للسوق السعودي. نتكلم الجانب الأول أسعار النفط. أسعار النفط لها أسبوعين تصحح تقريبا من مناطق 80 إذا ما تكلمنا عن برنت، ونحن يعني نراقب أداء أسواق النفط لأنه هو العامل الأساسي المؤثر في السوق السعودي اللي هي أسعار النفط. فإحنا نقول إنه أسعار النفط يعني هي المتوقع أن يتم خلينا نقول تصحيحها في خلال الفترة القادمة. نعم. الجانب الآخر إنه إحنا لنا شهرين تقريبا بنشاهد إنه هناك ارتباط عالي بحركة مؤشر سوق الأسهم مع مؤشر الأسواق الناشئة، مؤشر MSCI. فهذا المؤشر لو نلاحظ إنه عند صعود المؤشر يصعد سوقنا والعكس صحيح، فمعامل ارتباط عالي. لذلك إحنا نضع خلال الفترة القادمة من ضمن الشواهد اللي إحنا نتابع فيها وقد تكون مؤثرة لحركة السوق بطبيعة، لأن السوق الآن مع انضمام الأسواق الناشئة فتكون الحركة تقريبا متقاربة. لكن من المناطق تقريبا 7000، أنا أعتقد من 7300 إلى 7400 هي منطقة تتوقع أن يستقر فيها المؤشر. والمستثمرون يضعوا نصب عينهم النتائج المالية، أساسيات السوق النتائج المالية للربع الثالث. نعم هذا سيد أحمد، هذا يقودني إلى سؤال، هل الترقب الآن بالنسبة لنتائج الشركات خلال الفترة القادمة ربما يكون عامل يعني أبرز، إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه ما زال عندنا العديد من الشركات لم تعلن، والترقب أيضا كذلك للقطاع المصرفي واللي متوقع أنه يسهم بنصف ربحية السوق خلال الفترة القادمة، توقعاتك بالنسبة للنتائج المالية لهذا القطاع؟ نكون واضحين بالنسبة أصلاً للفترة الماضية كانت الواضح هناك أن نتائج الربع الثاني البنوك البتروكيماويات هي أداءها ممتاز ونتائجها بارتفاع. بقية الشركات تحدثت أن نتكلم القطاع الداخلي أو بمعنى الطلب الداخلي كان هناك تراجع، ولكن نتكلم على النتائج وتوقعات النتائج الربع الثالث متوقع نتائج البنوك أن تأتي بنتائج طيبة. نتكلم بالمقارنة بالربع الثاني يعني زيادة احتمال من 5 إلى 10% صافي أرباح قطاع البنوك، وأيضا البتروكيماويات متوقع أنها تكون تقريبا على نفس نتائج الربع الثاني. فإحنا نقول أنه من الإيجابيات المتوقعة خلال الفترة القادمة هي النتائج المالية خصوصا لقطاعين قائدي السوق اللي هم قطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك. عندنا ملاحظة ثانية، كانت في الفترة الماضية التباعد والدايفرجنس الكبير بين بقية القطاعات مقارنة بقطاع البتروكيماويات وقطاع البنوك والاتصالات، هم على ارتفاع تقريبا من 25 إلى 30% من بداية السنة، بقية القطاعات على انخفاض تقريبا من 10 إلى 20%. فهذا التباعد أتوقع في الفترة القريبة أن يتم خلينا نقول تقليص هذه الفجوة، بأنه يكون هناك خلينا نقول ارتفاع أو معاودة ارتداد
الاستثمارات بالنسبة لبقية الأسهم أو بقية القطاعات. نعم أيضا كذلك دعني أبقى معك في جانب الأخبار الإيجابية. اليوم كان عندنا تقرير أو أمس كان عندنا تقرير عن أن الاستثمار المؤسسي في السوق السعودي ارتفع ب 26 نقطة أساسا، نتحدث عن 87 و77 نقطة تريليون و660 مليار ريال. قراءتك بالنسبة لهذه المستويات الإيجابية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي؟ ممتاز. احنا نتكلم على الاقتصاد بشكل عام، على النمو. نعم احنا متوقعين، والمنظمة البنك المركزي البنك الدولي يتوقع ان يكون هناك نمو في 2018 بالنسبة للاقتصاد السعودي، لكن بشكل عام انا اوضح اقول السوق السعودي له خاصية، سوق الاسهم السعودي له خاصية، يعني خلينا نقول منفصلة عن الوضع الاقتصادي. كل الاقتصاد يختلف عن سوق الاسهم. سوق الاسهم له طبيعة خاصة، يتأثر وسريع التأثر بأي عوامل، اذا ما تكلمنا اقتصادية جيوسياسية أو حتى مقارنة ببقية سواء حركة أسعار النفط أو بقية الأسواق المالية. لذلك نعم هناك توقع إيجابي بالنسبة للاقتصاد ابتداء من 2018. شهادة تصريح وزير العمل بأن هناك توقع بأن إحنا يعني خلينا نقول الفترة أو الضغط الاقتصادي الانخفاض الاقتصادي هو يعني أصبح ورانا، ونحن الآن إن شاء الله في فترة خلينا نقول النمو ابتداء من 2018. نعم سيد أحمد المالكي محلل الأسواق المالية كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك.